GFX Academy. في حاجة عندي اسمها رولر وفي حاجة اسمها الجايد. الرولر بتديني تنظيم للتصميم بتاعي في الأبعاد بتاعتي على حسب ما أنا عايز بالظبط. بجيبها منين؟ بجيبها من أي حتة، بضغط على دبل على كليك يمين وبقول له رولرز، أو عندك من فوق أشيلها خالص. من فيو ورولرز، والشورت كات بتاعتها كبيرة شوية، كنترول زائد الت زائد شيفت زائد ار، او لو انت شغال بالابل او بالماك بيبقى كوماند زائد الت زائد شيفت زائد ار، يبقى رولر. وممكن بتتغير منها بالبيكسل او بالسنتي او الكلام ده كله من بريفرنس، وبتغير الاعداد بتاعتها. خلينا في المهم، هو عندي هنا بالظبط عندي بالبيكسل، فعندي من 0 ل 700 بيكسل، وده مساحة العمل بتاعتي. انا عايز اظبط مساحة العمل بتاعتي كويس قوي، اعمل ايه؟ لما اجي اشتغل في اي تصميم او اي بروجكت لازم باخد خطوط وهمية علشان اقدر انظم عمل بتاعي وسنتره في النص او اعرف ابعاده ازاي. زي الفوتوشوب او الاستريتور او اي برنامج ديزاين من مجموعة الادوبي، في حاجة اسمها رولر. فلما انا باجي من هنا كده واسحب في اي حتة بينزل لي خط لبني كده شوية، وده الرولر بتاعتي. لو ضغطت عليه دبل كليك بيقول لي انت فين بالظبط، اقول بيقول لي ده 19 و3، لا انا بقول له انا عايز 20 وبالبيكسل. طبعا انت شغال ويبات، عندك بالمليمتر والسنتي والبوينت والانش والانشز، يبقى اوكي، يبقى انا كده بالظبط في ال20. طيب انا لو جيت عملت كده ودبل كليك وعايز اخليه 20 في الاخر، هنا 700 عندي يبقى 680، اوتوماتيك بيجي لي من فوق. لو انا جيت عملت كده وعايز اعمل 20 من فوق، يبقى هنا دبل كليك واخليها 20، المساحة 400، يبقى انا عايز دي 380. اوكي، انا كده بالظبط خدت 20 بيكسل من جميع الحواف وسنترت الديزاين بتاعي بالظبط. لو انا جيت وضغطت على البيبل او على البنت بترقص باليه مع الولد ده، وجيت شغلت سناب تول وجيت سحبت شوية، على دي بلاقي انا بعرف ازاي، شايف الاوبجكت هنا بالظبط على اليمين. يبقى انا بقى دلوقتي ممكن عن طريق الجايدز ده جايدز ودي الرولر اللي احنا بنقول عليها، بقدر اعمل الديزاين بتاعي بطريقة اكثر احترافية، وازاي اقدر اعمل كل المقاسات بتاعتي باسهل طرق. يبقى انا عرفت اعملها يدوي واتأكد بدبل كليك منها وابدأ اشتغل على الديزاين بتاعي. ارجعه في النص، وما فيش حاجة غير اللي انا قلته في الرولر والجايد. السلام عليكم.